الخبر الأول يعدنا على وسام تيكت، واخيرا بعد تقريبا حوالي شهرين قرر انه هو يرجع تركيا بعد ما كان هو بدبي بالامارات. فنزل شويه ستوريات قاعد يقول بيها انه هو سوى مفاجاه للفريق وهو حاليا صار بتركيا وصور مقطع وراح ينزل عن قريب رده فعلهم. بالاضافه يا حبايب يقول انه هو اشتاق لهم وصار يبكي. وش الغريب يا حبايب انه مريانا ما كانت موجوده وياهم، ونزل شويه ستوريات ثانيه يقول انه هو كش متحمسين انهم يصورون فقره مقفل يا حبايب. ولكن الشيء الغريب الموجود انه مريانا ما كانت موجوده، وشالكوا بنتين يا حبايب جداد، وحده شعرها ابيض وحده ثانيه. هل يا ترى هم اعضاء فرق جديد فرق فنابولي؟ ما ادري الصراحه، اقدر اكتب لكم انتاج شريكم، راح اعطيكم ستوريات تشوفوها. في شيء لازم تشوفوه يا اقول انه بلشنا هلا بالخطه الجديده يا عمر. رجعت اسطنبول يا جماعه الخير، وجايين نحكي شغل. صورت لكم كل شيء من لما جيت لهون. انا ما قدرت احكي لكم انه انا هرجع لاسطنبول لانه كنت عم فاجئ رفقاتي وعم فاجئ الناس هون. صورت لكم هاي الشغلات. هلا صار فيني احكي. طنجة كان منزل ستوري براس السنه عم يحكي انه السنه الجديده مو حلوه وسام. كنت انا بالطياره والله هيك حسيت، ما والله ما كنت بعرف انه yeah. هو جاي يعني. فكره ما قلت لحدا، والله ما قلت لحدا، بس لليسان ولرفيقي ابو جمله. فلما شفتها بالطياره ما عرفت شو اتصرف، لا فيني اعمل لها انه ريبوست شو اسمها هي انه احطها عندي اعاده نشر اعاده نشر، ولا فيني اقول لك انه اوكي تمام بشوفك السنه الجايه. ما ما وسام اشتاق لي كثير. شو اشتاق لي كثير وسام، ممكن عم يبكي لحتى يشوفني. اوكي حتكون كثير حلوه. اوكي استخدام شوفوا هلا كنا عم نحكي رح نعمل فقره مقفل، متحمسين كثير مو شوي. سؤال فقره مقفل للحلقه الجايه انه شو اغرب شيء ممكن يحكي لك يا شوفير التاكسي اول ما تطلع معه؟ اوكي مع اول شيء 3 ساعات حسبت لهم، انا ما 3 ساعات بعدين. اوكي اليوم حنصورها، اليوم حنصورها دغري فورا من الحماس فل يعني. اوكي بس انا حكون مثلا اذا انا شوفير، انا الزبون الحربون مثلا بقول له للشوفير نسيت جزاني بالبيت. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجأة اليوتيوبر، فأول يوتيوبر اللي عدنا اللي هي قمر الطاية حبايب تنزل شوية ستوريات، وهذه الستوريات دت عليه من خلالها انه راح تنزل لنا مقطع اليوم على الساعة بالخمسة، راح يكون نعرف شنو المفاجأة مالتها، هل هي خطوبة مثل ما كانت تلمح بالبثوث مالتها والستوريات مال اليوتيوبر. وهي طبعا انفيت انه ستوريات اليوتيوبر مو هي اللي طلبت من عندهم هذا الشيء، على كل راح احط لكم الستوريات يا حبايب شوفوها. مع بعض من اني متفقة وياهن او خليتهم ينشرون او شيء، طبعا والله عظيم اني اصلا ما ادري انه حينشرون. كنت بالبيت هسه بس خلاص البث شفت، بس يعني الحمد لله اصدقاء فرحانين لي، ان شاء الله تكون انتم هميت ردت فعل. وطبعا اكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شو توقعاتكم الشيء اللي قاعد تجهز لنا يا قمر الطاي. اما بالنسبه لليوتيوبر الثاني اللي عدنا واللي هو نور مار، وتنزل شويه ستوريات، بهذه الستوريات عندي على من خلالها انه راح ينزل لنا مقطع ويا لانا ولين. حسب ما عرفنا حيكون مقطع كوش خرافي، انه وحده من عندهم اضطرت انه هي تبكي. ما ادري صراحه الحين الساعه بالاربع راح احط لكم الستوريات تشوفوها. هاي كيفكم؟ اليوم طلعت متاخر من البيت كثير، يعني صار الساعه 10 تقريبا 10 ونص. ف ايه حابب اقول لكم انه بكره في فيديو يوتيوب ان شاء الله على قناه الاساسيه الساعه 4 مع لانا ولين. الفيديو كتير حلو، فيه بيناتهم وحده بكت وكان اختبار وفيه تحدي وفيه كتير شغلات يا جماعه. بكره على الساعه 4 خليكم جاهزين. فاكتبوا حبايب بالكومنتات المقطع منه متحمسين اكثر بين نورمار وقمر الطاي. الخبر الثالث اللي عدنا عن باريس دادا ووصول حسابه بالتيك توك لل 11 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك عقبال ال 20 مليون يا رب. وطبعا لسوني يا حبايب تباركوا له بالكومنتات على هالانجاز الخرافي. وعلى سيره باريس يا حبايب، فيا رمار نزلت هذا الستوري كاتبه اسرع مكالمه بحياتي، يحزركم مع مين؟ راح تشوفوا يوم الثلاثاء حد صار له زمن ما شافته رجعت تركيا، فاكيد هو راح يكون باريس دادا. بعض الاشخاص قالوا انه ممكن يكون نورمار لانه هو حاليا بدبي ورجع صار فتره ما شايفين بعض. صراحه ما اتوقع هذا الشيء، اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. الخبر الخامس اللي عدنا انه يا حبايب ابن انس واصاله وعيد ميلاده، واخيرا يا حبايب صار حاليا سنه كامله عمره سنه كامله، فان شاء الله الف مبروك وكل عام بخير يا رب. وطبعا يا حبايب عودوا بالكومنتات على عيد ميلاده. بالاضافه يا حبايب حبيت احط لكم هذه الصوره الحلوه اللي كانت لابو انس يا حبايب ويا انس انه بالسابق، وحاليا انس ويا ابنه، صراحه صوره معبره. وبالختام يا حبايب عن ستوريات احمد ابو روب الصبا كان يبارك لها على الترند، وهي صارت تبوس ستوريات شويه تضحك ستوريات حلوه، راح احط لكم يا حبايب شوفوها. تستاهلي اقسم بالله الف الف مبروك، تستاهلي، انت ترند في العالم. طبعا اليوم انا صبا صورنا فيديو لقناتنا العائليه بموت تعب. تعبنا هلكنا. بموت تعب. تعبنا هلكنا. صاحيين من الصبح بنصور. متعب والله. بس حيعجبكم. كثير حلو رح يطلع ان شاء الله. نار، بس بده يومين ثلاثة مونتاج. تركبوا. أكثر فيديو. على قناتنا العائلية. أيوه.
اكثر فيديو عائلي في العالم. وصل الله حبايبنا وصلت المقطع، فجروا طبعا لايكات وبس، شاركوا فيزنا مقاطع من القصص. احبكم، مع السلامه.